اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو جديد. هذا الجزء الثاني الاول كيف غادي تشوفوا صورت لكم في هذا الشيء ديال هاد لي فور لا اوت، وهذا الجزء الثاني مع خويا ياسين غادي نشوفوا تحت الطلب ديالكم. الناس اخويا بغاو كيف قلت لك لا فيسيل. لا فيسيل اول حاجه ديما الانسان يشوف لو نومبر دو كوفير ديالها شحال قد ما كانوا فيها لي كوفير شهر قد ما كتهنيك. بالنسبه ل عندنا هاد لا مارك كاندي 16 كوفير، بالنسبه لا كونسوماسيون انرجيتيك ديالها تقريبا 76 كيلووات باغون. كتجينا بواحد لا فينيسيون اللي هي بلاتي دابا هاد 76 كيلووات بزاف ما غيفهموهاش، يعني ما كتاكلش لا ما كتكونسوميش الضوء 76 كيلووات في العام، وحتى الماء معروفه هي في كل غسله كتغسل ب 8 لتر ديال الماء. 8 لتر ديال الماء في كل غسله. ها انتم شوفوا 8 لتر ديال الماء تقدر تغسلها على 4 الكيسان. هذاك الشيء اللي بغيت نقول، 4 الكيسان مع البراد ديالهم راه غتمشي فيها واحد 8 لتر فعلا. الناس في لافيسيل ديما دير واحد 4 ديال الاطباق بشكل يومي، طبق ديال الفطور وديال الغداء وديال العشاء وتخدمها غير مره واحده. اه هادي هي دابا لافيسيل. دابا الدور ديالها الزوينه هو انها كدير الماء ديال الماء باش كتغسل الماء. اها لوح والماء باش كتشلل كتخلي، وباش كتفلتري ديك المرحله اللي كتكون في لافيسيل، وفي الغسله الاخرى كتعاود تغسل بها داك الماء اللي فلتراه. ياك هادشي علاش كنقولو حنا اقتصاديه. هادي كتجينا بتسعه ديال لي بروغرام ديال الغسيل. عندنا بروغرام ايكونوميك، عندنا هذا بالنسبه ل هو كيبان الكحلين، بالنسبه لدوك الماء اللي كيكونوا شويه مسخين بزاف كتغسلهم ب 75 درجه ديال الحراره. هي ديجا كتسخن من راسها. عندنا هذا بروغرام هما دايرين لك هنا ديال الليل زعما سيلونس. عندنا بروغرام ديال 60 درجه ديال الطناجر وداك الشيء. عندنا هذا بروغرام اوتوماتيك فيه 55 دقيقه. هذا الاوتوماتيك هو اللي معروف تيكون اقتصادي. معروف كيكون اقتصادي. عندنا هذا خاص غير اسمح لي قلتي 55 دقيقه، واخا تسمعوا 55 دقيقه يعني واخا بروغرام طويل راه ما تيضيعش الضو غير باش للاشاره. هذاك الشيء اللي كاين ما بغاتش ها هو دير بروغرام ها هو هذاك ويك رابيد ديال 24 دقيقه كتغسل فيها هذا رابيد. رابيد ولكن الايكونوميك تيكون احسن. اه عندنا هذا غير التشلال. عندنا هذا البروغرام حتى هو تقريبا هذا سومي رابيد فيه 39 دقيقه. وكاين هذا فيه 24 دقيقة على حسب الدرجة، إلا كان الماء مسخن بزاف أسيميو ديرها في 24 دقيقة، ديرها في 39 دقيقة، ولا ديرها في هاد الأوطو ديال 55. أما إلا كانوا غا حيدات منهم الزبل وداكشي وخاصهم غا تشليلة خفيفة وداكشي، تقدر ديرهم في هاد البروغرام هذا ديال 24 ولا ديال 39، راه ماشي مشكل. وعندنا فيها لوبسيون ديال دومي شارج و سيستم وي فيه تقدر تكونيكتيها مع التليفون ديالك. تختار لي بروغرام اللي بغيتي. عندنا دار يعني بالتليفون ممكن تخدموها. عندنا السيكوريتي على حساب الدراري الصغار كتقدر تصورتها وداك الشيء. وكتجينا حتى هي بست سنين ديال لاكارونتي. هادي ماركة شنو؟ هادي لا مارك كاندي ديال طاليان. وشوف في العبار قول لي عفاك العبار ديالها. لي لافيسيل بصفه عامه فيهم طاي ستوندار، فيهم 60 على 85 وكاينه 45 على 85. بحال دابا هذه شنو عبارها؟ هذه 60 على 85. هذه 60 على 85 والثمن اهم حاجه. الثمن ديال هذه كتبقى ب 4400 درهم. بالنسبه في دي زوتر مارشي راه دايره 4800 درهم 4900. اها والكريدي كيف قلنا فيها كريدي بالمجان ماشي مشكل. التوصيل راه كاين فيما بغيتوا يرسلوا لكم السلعه حتى لعندكم. كاين شي وحده اخرى عندك في هذا لي لافي؟ عندي الفوق لا ماكوير بول وعندي الماشينه لافي ديالها ها هي. دونك نشوفوا هنايا الماشينه لافي. عندنا هذه 7 كيلو 1000 تور باغ مينوت. بالنسبه لي بروغرام ديالها راه تبارك الله راه فيها 15 بروغرام ديال لافاج، فيها بروغرام ديال 59 دقيقه، فيها بروغرام ديال 14 وديال 30 وديال 44، وديما لو شوا ديال الاختيار كيكون عندك من هنا، سواء بغيتي 14 سواء بغيتي 30 سواء بغيتي 44. عندنا هذا بالنسبه للحوايج مخلطه راه كيبان لك هنا، هذه الفراشه يعني كتعني الحوايج لي سونسيبل اللي كتخافهم لا يتقطعوا. هادي من نشرح حتى الناس اللي عندهم لافيسيل كاندي كنشرحو لهم كل هادي كتبان لك هنا يد مخشيه في الماء.
هذا بروغرام ديال لافاج لافاج الاما بالنسبه للحوايج اللي كتخاف تصبنهم بيدك كيكون فيهم كتخاف تصبنهم في الماكينه وكتبغي دوزهم بيدك حيت كيكون فيهم لعقيق وكتخاف عليه تصبى كتقدر دير لها هذا البروغرام هذه معروفه علامه زائد هيجيا يعني شي حاجه فيها الحساسيه حكا بغى يهزل الحوايج بوحدو مصبنهم بواحد الدرجه ديال الحراره اللي عاليه هذا بروغرام ديال الجين هذا هنا غير لوسوراج بالنسبه لهذا البروغرام تشلال هذا كتعني اصطناعي شي حاجه اصطناعي يعني سينتيتيك سينتيتيك هو البوليسترول نيلو هادو بالنسبه للحوايج اللي كيكونوا خفاف اللي مصوبين من داك الريش بحال دوك لي دودون بحال لي دودون داكشي هذا بروغرام ايكونوميك هذا حتى هو هذا القطن هادو دي بروغرام اللي خاصين بالقطن حتى هي راه سمارت كتجينا هنا بواحد لي زوبسيون اللي زايدين بحال في كل غسله مثلا بغيتي تزيد البروغرام ديال التعقيم بغيتي تزيد هذا ديال 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 روباساج فاسيل تخرجوا على حساب المصلوح وداكشي عندك هنا اوبسيون ديال التشليله زايده وعاد لافونتاج اللي فيها زوين هو واحد السيكل اللي فيها هي يا غابيد سيكل اللي هضرنا عليه هو هذا انك تقدر كتحكم في الوقت سوا 14 سوا 30 سوا 44 وفيها ديتيكتور بالنسبه الى درتي فيها واحد الكاباسيتي اللي زايده راه ما يمكنش تخدم فيها ميزان كيعبر لي من بوطو ديال الحوايج يعني كتاخد القياس على حسب على حسب الحوايج ديال الكيلوات اللي فيها كتجينا هنا في الباب غي وكاينه في الباب كرون ماشي غير كاينه في هذا اللون باش الناس اللي مزوره لقيت بحال هذا التايم حسيت شوف عاوتاني ديك بحال هكا هي كومبو كتجينا كومبو ديامو بالنسبه للكومبو ديالها عاد كتجينا بهذا البروغرام اللي زايد اللي زايد هو انها كدور ب 1400 تور بار مينيت وعندنا هذا الايزي هذا البروغرام هذا ديال 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 البخار كتطلق داك البخار على حساب الحوايج وكاينين شي حوايج اللي كتبغي دير لهم غير البخار غير تعرقهم بحال بحال الكوير بحال خصوصا الكوير كاين شي حوايج اللي ما كيتصبنوش يعني بلاصه ما غادي دير المصبانه البخار غير تعرقو وتخرجهم ما تماوش تخرجهم تمسحهم والثمن هذه شحال هذه كتبقى ب نديرو لها غير دابا الثمن ديالي الله يجتها خفت نشير في الثمن المهم دابا يبقى الثمن كتبوا المهم هذه غيكون ثمن مناسب اللي تحتاجها راه كتبوا لك في الكومونتير ان شاء الله صافي وها بالنسبه للاولى الثمن ويتحسب لا لا صافي لا بصح لا دونك الاولى شحال هذه اللي 3000 هذه كتبقى 3000 لا ديك 3000 ها نتوما غتبقى لكم 3000 شوفوا عوض 4699 ها هو الثمن اللي مافيشي باش كيبيعوا قولوا له من طرف قناه نسمات جواهر باش تستافدوا من هذا البرومو هذا البرومو اللي غتبقى بعدا برومو مازال ياك المهم بمناسبه الافتتاح هذه الاثمنه اللي كيدير لكم خويا ياسين راه اثمنه ما يمكنش تلقاوها في السوق كيف قلت لكم جيو للمحل وشوفوا واللي بغى شي ماركه اللي بغى شي حاجه يتواصل مع خويا ياسين ان شاء الله راه غادي يجيبها ليه ان شاء الله مرحبا الله يبارك فيك نطلعوا نشوفوا الاخرى اللي بقات الفوق ياك داكشي اللي كاين لا فيسيل بالنسبه لواحد الحاجه بحال دابا الناس اللي كيقولوا لي بغينا السلعه ديال الروتوش واش ما كايناش شي حاجه مضروبه هذا ماشي كنصابوطي شي حد باش ياخذ جديد ولكن الانسان الا قدر استطاع ياخذ ثلاجه جديده احسن ليه دابا اللي ما عارفينش الناس هو ان السلعه ديال الروتوش هو كتلعب ليه على دماغه وكتلعب ليه على دماغه غير الضربه اللي كاين السلعه ديال الوتوش هي واحد السلعه اللي كتليكي ليها الشركه كيكونوا فيها لي زافوار مثلا الثلاجه كانت عند كليان وقع ليه مشكل ديال الموتور وداجا دخلت ريباراسيون يعني كتكون مريباريا انا اللي نعرفو غيعطيك شي حاجه الوتوش يعطيك على كارونتي عام ولا عامين ولا تعطي لك الشركه مادام الشركه مخرجه فعلا دونك حيت الوتوش نورمالمون ما تيكونش فيه كارونتي دو موا سي موا ما كاينش لا كارونتي داكشي هادشي سير ديال الله يمكنش انا الثلاجه ضربات غادي ترجع هاد الشركه يشونجي وليها هادي من جهه اما بالنسبه للناس اللي كيدخل برودوي من اوروب وداكشي ما بقاش شي انا نفضل ناخذ برودوي جديد على برودوي ناقصه ب 2000 درهم مثلا كاين بزاف ديال الناس غادي يقولوا لي راه خدينا مثلا
وراه صدقات راه صدقات راه تصدق ولكن كان كي شفت لا كونسوماسيون ديال الضو راه هي بصح 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 راه غير في الطوموبيلات مثلا راه ملي كتقدم الطوموبيل كتبدا كتكونسومي باغابوغ وحده جديده غير في التلفازه هذه غادي نفتحوا هنا واحد بين القوسين غير في التلفازه كيقول لك شي حد ما عطاني سامسونج اوروبا عطاني ديال ما بغيت سامسونج ديال مصر بغيت ديال اوروبا على شنو الفرق راني نبدل غير ما ندوب الناس كله كيجي اوريجين من لاشي غير هذا عايش في هنغاريا هذا في هنغاريا موزع رسمي ديال سامسونج في اوروبا وفي شرق اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وكاين سامسونج ديال ليجيبت اللي هي الموزع المعتمد في شمال افريقيا وفي اسيا راه ما كاينش الفرق غير لا ماندوفر ديال ديال افريقيا وديال شرق اسيا لا ماندوفر في مصر طايحه شويه داكشي علاش كتمونط اما مصر ما كتصاوبش الجاج ما كتصاوبش الكارت ما ما كتصاوبش البروسيسور ديال التلفازه سامسونج كتجي داكشي كيف ما هو اللي في مصر كتجمعوا يعني راه ما كاينش على شي حد يقول لك خود ديال اوروبا راه زايده ب 300 درهم راه غاربح معاك 300 درهم زايده على ديال مصر ديال اوروبا خاصك نورمالمون تاخذها رخص من ديال مصر اما بالنسبه لك انا بالنسبه لك غارونتي سيرفيس ابريو فحديت ولا حرج انا نصيحه للناس عبر القناه ديالك بالنسبه اللي غياخذوا سامسونج مثلا ديال اوروبا ما ياخذوش الصفر في الاخر ياخذوا ديما الريفيرونس اللي فيها جوج اصفار مثلا 7100 8100 هذيك 78 75 ولا 70 سمحوا لنا الناس اللي كيبيعوا الكوطربون كاملين سمحوا لنا حنا غادي معقول وغادي بنيتنا مع الناس والحمد لله اللي غير ربح شي تجاري ربحها حلال وما يكذبش على اي واحد هذا داكشي اللي كاين الفيروس اللي فيها كتلقاي غير صفر في الاخر راه باينه كوطربون درت تحاسبها في الكارونتي حتى شي حاجه راه ما كيضمن لها عمرها غير الله عز وجل تقدر تاخذها في عام ما تخسرش ولكن ديما طيح في بالك بانها راه تقدر تخسر وتقدر تخسر غادي تجرجع داكشي اللي كاين ايوا ان شاء الله يكون خير المهم كيف سمعتوا معايا دائما المحل عند خويا ياسين كنستافدوا اللي بغى يشري شي حاجه في الالكتروميناجي جيو المحل حتى لو بغيتوش تقداو من عنده راه يعطيكم معلومات في سبيل الله يعني كيف قلت لكم حنايا يعني انا كي كنقول لكم يعني بغينا غير رحمه الوالدين من هذا الفيديو بغينا كلشي يستافد اللي خدا شي حاجه ياخذها تكون هكذا زوينه ما يضيعش في يعني ما يضيعش فيها المهم راه الله يحسن العوان يعني الحاله الماديه راه ولات شويه مزيره عند كل شيء الله يكون في العون المهم كنجيب لكم منتوجات باثمنه مناسبه كنحاول نجيب لكم محلات في المستوى وكنحاول نتعامل مع ناس يكونوا معقولين والله يعمرها دار باش هكذا كل شيء كيستافد واللي مشى ياخذ شي حاجه تياخذها وتيخلي لنا هكذا رحمه الوالدين هذا الشيء باش حنا واقفين وهذا مكان يعني كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم المتابعه ديالكم للقناه ديالي وشكرا بزاف للناس اللي جاوا للمحل واللي تاقوا فيا وتاقوا في الاختيار ديالي لهذا المحل ودابا بقات لي واحد لافلانج تحت الطلب ديال بزاف الاخوان والاخوات انا غادي نطلع باش نصورها لكم وما تنساوش الله يخليكم غير تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس والقناه ديالنا الحمد لله راها كتكبر بشويه بشويه بكم باش حنا واقفين وحنا غاديين وان شاء الله نمشيو لقدام ودائما نحاول نصور لكم الهوته فين ما كانت وباثمنه يعني في المتناول ودابا نخليكم مع هاد لافلانج اللي بقيتو كتسولوا عليها السلام عليكم فيديو جديد وتحت الطلب ديالكم غادي نحاولوا نعطيوكم النعت فين كاين المحل ديالنا حنا كنتواجدوا في شارع محمد بوزيان الا كنتي جاي على المحطه ديال ولاد زيان الشارع اللي فيه اسيمه والعماله كتمشي معاه نيشان كتلقى بالقرب ديال المقهى ديال الهودج اما الا كنتي جاي على الشارع ديال القوات المساعده كدور على اليسار ديالك كتبقى كدور على اليسار ديالك اون فاس مع كافي ماربيه بالقرب من سيرفيس ديميل ديال سيدي عثمان ومسرح ديال مولاي رشيد بقى قدامنا الا كنتي جاي على الجهه ديال حي الفلاح كيتبقى المسرح ديال مولاي حي مولاي رشيد على اليمين ديالنا